دلوقتي للمساهمة في الحوار الأستاذ وليد يوسف، رئيس اتحاد موثقي الشهر العقاري. برحب بحضرتك يا أستاذ وليد. مساء الخير يا أستاذ ريهام، أهلا حضر بيك. حضرتك. حجم التطوير في قطاع الشهر العقاري يا فندم قد إيه؟ حجم التطوير حاليا احنا نقدر نقول من ناحية الحكومية، يعني من ناحية الحكومة من ناحية التنفيذية، ومن ناحية البرلمان من ناحية تانية. تمام. من ناحية وزارة العدل فعلا ما نقدرش ننكر ان دور الوزارة في الفترة الأخرانية دي تم ميكانة بعض المكاتب، لكن طبعا لسه معظم المكاتب ما تمش ميكانتها، حتى المكاتب اللي تم ميكانتها برضه فيها بعض المشاكل البسيطه. ومن ناحيه البرلمان في مجموعه حزم التشريعات ادخلتها الحكومه لتعديل بعض القوانين الساريه حاليا في الشهر العقاري، بس برضه نقدر نقول برضه ما عالجتش حوالي يعني في حدود 10% من المشاكل. لسه برضه المواطن المصري والمستثمر ما حسش برضه بحجم التطوير اللي المفروض يكون على الشهر العقاري. او اللي يسعده يخليه راضي. لا طبعا كلنا احنا حتى كاعضاء وموظفين او مواطن لسنا كلنا برضه بنعاني فيه، برضه الزحام والتوابير، برضه مشاكل التزوير، حاجات كتير لسه برضه مشاكل الشهر العقاري المعتاده برضه لسه بيعاني منها الجميع، الدوله والمواطن والمستثمر ما زالت برضه قائمه. في اتجاه في الدوله والحكومه بتسعى وحاسه بالمشكله، ان في مشكله فعلا في الشهر العقاري، مشكله خطيره جدا. وللعلم المشاكل الشهر العقاري او التسجيل العقاري في مصر ده من سنه 1902 في مشكله في استقرار الملكيه في مصر. يعني الموضوع فيه اهتمام من ليه جذور قديمه جدا. لكن النهارده في 2018 مع البرلمان حاليا في اتجاه حميد من الدوله لعلاج بعض المشاكل، لكن مش دي كل المشاكل، لا مشاكل كتيره جدا جدا جدا. والسبب الرئيسي للمشاكل دي او المشاكل الشهر العقاري بتنحصر في نقطه واحده يمكن تكون غايبه عن الجميع. اتفضل. ونقطة أنا نسيت أحيي الأستاذ الزملاء الحاضرين وحضرتك وكل عام وأنتم طيبين بالنسبة للسنة الجديدة إن شاء الله، حياة الزملاء الحاضرين ربنا يوفقكم يا رب. إن السبب الرئيسي لمشاكل الشهر العقاري بتنحصر في نقطة هامة، إن الدولة من ناحية والمواطنين من ناحية بيبصوا للشهر العقاري أو بيتعاملوا مع الشهر العقاري كجهة حكومية على أساس إن المواطن من ناحية المواطن عايز يخش ياخد شعار الجمهورية الختم ويخرج، وبالنسبة للدولة رسوم. مش ده دور الشهر العقاري، دور الشهر العقاري مش ختم بس او ان هو المواطن يخش بورقه عرفيه يصبغها بالصبغه الرسميه يختمها ويخرج، لا الشهر العقاري ليه اهميه اكبر من كده بكتير. والدوله لو بدات تبص او تنظر للشهر العقاري للاهداف الحقيقيه اللي انشات من اجلها المصلحه زيها زي بقيه زي ما موجود في كل دول العالم، صدقيني النظره هتختلف والاهتمام هيبقى فيه تركيز اكتر. ايه اخبار التعديلات يا فندم على السجل العيني؟ التعديلات هو الفترة الأخرانية دي البرلمان شهد ثلاث مشاريع قوانين. أيوة. المشروع الأول اللي تم التصديق عليه وخرج للنور اللي هو الخاص بالمدن العمرانية الجديدة. تمام. وفي مشروعين حاليا موجودين في البرلمان، مشروع خاص بتعديل قانون الرسوم، ومشروع ثالث آخر خاص ببعض التعديلات في قانون السجل العيني اللي هو صدر سنة 64. وده برضه بأكد وبكرر كلامي للمرة الثانية، برضه الثلاث مشاريع اللي الحكومة دخلتها البرلمان برضه ما تكفيش أو يعني مش هتلبي الحاجة للتطوير الشامل لمصلحة الشهر العقاري. المصلحة محتاجة إعادة هيكلة إدارية وفنية كاملة، مش محتاجة تعديلات طفيفة في بعض المواد اللي مثلا أثارت مشكلة، زي ما الدكتور بس كان يتكلم في بداية كلامه إن بقى بعض المشكلات البسيطة تم علاجها بتعديلات تشريعية طفيفة ومحدودة. التعديلات اللي أدخلتها الحكومة تعديلات صغيرة، محتاجة الموضوع محتاج اهتمام وتركيز أكتر. الموضوع باختصار إن الشهر العقاري بيحتضر، الشهر العقاري محتاج إعادة هيكلة كاملة. الشهر العقاري قانون المنظم ليه من سنة 46، وسنة 46 أصلا القانون ده أصلا كان امتداد لقانون تاني سنة 1923. القوانين دلوقتي الحالية دي اللي هي بتنظم الشهر العقاري والقوانين الملحقة والمتفرعة عنه ما تكفيش أو تلبي الحاجة من التساير اللي بيصير في المجتمع دلوقتي من التطور واتجاه الدولة لدعم الاستثمار وتوفير بيئة الاستثمار المناسبة والجذبة للاستثمار. الموضوع محتاج اهتمام أكتر. أيوة فعلا الحكومة بتسعى وفي بتسعى تطور في حدود إمكانياتها، لكن واضح ان مش كافي السعي ده. لا مش كافي جدا، لا انا ما يعالجش 10% من المشاكل، مشاكل اكبر من كده بكتير. الدوله انا عايز نفسي حد يعني اتمنى البرنامج، يعني انا عارف ان البرنامج ما شاء الله ذو صيت كبير جدا ومؤثر جدا في الراي العام وللمسؤولين وربنا يوفقكم يا رب. احنا عايزين ننظر للشهر العقاري باهدافه الحقيقيه، الاهداف اللي نص عليها الدستور، اهدافه اللي احنا درسناها في كليه الحقوق في القانون المدني. أنا بدعو أساتذة القانون المدني لازم يشاركوا معانا، بدعو كل برلماني وكل حقوقي وكل خريج حقوق في مصر لازم الشهر العقاري ده ننظر ليه نظرة تحقيق الأهداف الأساسية اللي أنشئ من أجلها. شكرا جزيلا أستاذ وليد يوسف، رئيس اتحاد موثقي الشهر العقاري، شكرا على وجود حضرتك معانا.